يسلط مهرجان أيام بيروت السينمائية في لبنان في نسخته العاشرة الضوء على القضايا الأشد إثارة للجدل في الشرق الأوسط، والتي خلفت انعكاسات واضحة على الواقع العربي وأحدثت تغييرات جذرية في جوانب الحياة المختلفة. لنشاهد. غالي، علمني أبي أن أكتب كوابيسي على ورقة. بعيداً عن الإعلام المعتاد الذي يتناول القضايا والأزمات من طرف واحد ويغض الطرف عن آخر، افتتح مهرجان أيام بيروت السينمائية بنسخته العاشرة في لبنان لتسليط الضوء على القضايا الأكثر إثارة للجدل في الشرق الأوسط. قضايا تشغل حيزاً كبيراً بالنسبة للقائمين على تنظيم المهرجان، بما فيها القضية الفلسطينية والثورات والتطرف واللاجئين والفقر وحرية المرأة، والذين يعتقدون بأن توفير منصة للأفلام المستقلة في المنطقة أمر في غاية الأهمية. نحن بلشنا كسنتين، كل سنتين نعمله للمهرجان لأنه ما كان في صناعة، وكفينا نعمله كل سنتين لأنه ما كان في إمكانيات، بس لأنه معودين ونحن عم نشتغل بطريقة مستقلة وفي إذا بدك عزيمة أنه نكفي نعمل هيدا الشغل ببيروت، هيدا اللي خلينا نكفي رغم كل شيء. البقية وقفوا لأنه يمكن موصولين بأجندات معينة. نحن مستقلين وبيروت دايما كانت هيك، يعني بيروت دايما هي عايشة على النمط وعلى المبادرات الفردية. ويهدف المهرجان لتوسيع نطاق الرؤى المختلفة لتلك القضايا بكافة الجوانب، والذي يتم من خلال الاطلاع على ثقافة البلدان وتأثيرها على منظور الفرد وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية، وتعزيز الوعي حيال أناس ضيقي الفكر. هذا مهم للثقافة، لأن بلد بلا ثقافة بيرجع العالم لورا، بيخلي العالم يكونوا يعني نارو مايندد أكثر من أنك تشوف شو عم بيصير برات بلدك. فهيدا أهمية المهرجانات، أو حي الله شي ثقافة بيصير بلبنان أو بالبلاد العربية. ويشدد المشروع السينمائي على أهمية نقل صورة حقيقية عن الواقع المعاش من خلال ابتكار أساليب وطرق مختلفة لعرض المشكلات الحالية، ويهدف أيضا لجمع المواهب الشابة والمحترفين وتشجيع الإنتاج المشترك بين الدول وفتح آفاق أمام الفيلم المستقل. إنه نشبك مع بعض ونبتكر طرق جديدة في صناعة التأثير عبر الأفلام اللي تهم واقعنا، وكيف نصل إلى درجة من إنه نجعل هذه الأفلام طريقة لأنه الثقافة تصبح عامل تغيير في مجتمعاتنا، ولما لا الخروج من أزمات تعيشها المنطقة. ويستمر المهرجان حتى 6 أبريل/نيسان، وسيتناول حوالي 30 فيلما تتنوع بين الوثائقية والروائية والقصيرة والتجريبية.